بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد بن عبد الله النبي الأمين. أما بعد يا أحباب، مع درس تصديق النبي صلى الله عليه وسلم وطاعته. أرجو من اللي قافل الكاميرا يفتح الكاميرا وانتبه معايا أمير أنت وعبد المحسن، وكله ينتبه معانا، كله يكون معانا عشان يستفيد. المرة الماضية بسرعة، قول لسامة بسرعة. تحدثنا في المرة الماضية عن محبة النبي صلى الله عليه وسلم، وقلنا أنها مقدمة على النفس والوالدين والناس جميعا، وقلنا أن محبة الوالدين واجبة. اليوم سنتحدث عن تصديق النبي محمد صلى الله عليه وسلم، يعني لابد أن نصدقه فيما أخبر وفيما قال وفيما أمرنا ننفذ ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم. كان الصحابة رضي الله عنهم أعظم الناس محبة للنبي، وكانوا يصدقون النبي فيما يذكره من أخبار. من ذلك موقف النبي صلى الله عليه وسلم حدث له في رحلة الإسراء والمعراج، حينما ذهب ليلا من فراشه من مكة المكرمة إلى المسجد الأقصى، ثم صعد إلى السماء السابعة، ثم إلى سدرة المنتهى، وعاد في نفس الليلة. فقال الكفار: لا نصدق هذا، كيف يسرى بك من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى إلى السماء السابعة وتعود في نفس الليلة، ونحن نذهب إلى فلسطين إلى المسجد الأقصى شهرا ذهابا وشهرا إيابا؟ ولم يصدقوه، ولكن أبو بكر الصديق رضي الله عنه قال: أنا أصدق النبي صلى الله عليه وسلم فيما قال. فسمي بالصديق لأنه صدق النبي حينما قال: لقد ذهبت في هذه الرحلة، رحلة الإسراء والمعراج. أيضا كانوا يطيعون النبي صلى الله عليه وسلم فيما يأمرهم به، ومن ذلك الطاعة. يبقى الموقف الأول موقف التصديق، أسألكم عنه بعد شوي. قل لي أبو بكر الصديق صدق النبي صلى الله عليه وسلم في رحلة الإسراء والمعراج. الموقف الثاني حينما طلب محمد في الصوت النبي صلى الله عليه وسلم من علي بن أبي طالب: يا محمد، استاذ أبو بكر الصديق وعمر ايه في الصوت يا محمد الوقت يا محمد. موقف علي بن أبي طالب لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن ينام في فراشه ليلة الهجرة ليرد الأمانات إلى أهل مكة، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له: نام مكاني، عشان الكفار يظنوا أن النبي هو اللي نايم، وبعدين ابقى رجع الأمانات لأصحابه، اعطيهم فلوسهم، ذهبهم، أشياءهم اللي كانوا عايزينها عند النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي لو رجعها قبل ما يهاجر هيعرف أنه مهاجر وهيمسكوه، لكن هو كان عاوز يهاجر دون أن يعلمه. فقال لعلي بن أبي طالب: من مكاني، وممكن كان الكفار يقتلوه، لكنه أطاع النبي صلى الله عليه وسلم فيما أمره به ونام تنفيذا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم. يجب تصديق النبي صلى الله عليه وسلم فيما ذكره من أخبار كما صدق أبو بكر، ويجب طاعته فيما أمر به كما فعل علي بن أبي طالب، ويجب اجتناب ما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. يعني لو قال لك لا تكذب يبقى لا تكذب، لو قال لك لا تغش لا تغش، لو قال لا تسرق لا تسرق، يبقى نجتنب ما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، وأن نعبد الله بما شرعه الله النبي صلى الله عليه وسلم. يعني ازاي؟
يعني النبي هو اللي علمنا الصلاة، وقال صلوا كما رأيتموني أصلي، يبقى أصلي كما علمني النبي صلى الله عليه وسلم. قال صوموا رمضان وعلمنا الصيام يكون إزاي، نصوم. قال صلي الفجر ركعتين، صلي ركعتين، الظهر أربع ركعات، يبقى يجب أن نعبد الله بما شرعه النبي صلى الله عليه وسلم. الآن سأسأل الأبطال وأخذ أول واحد عبد الإله. يا عبد الإله، طيب أحمد الزهراني. نعم أستاذ. قل لي الموقف اللي كان فيه تصديق الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم في الأخبار، ما هو موقف؟ موقف أبو بكر الصديق حين رحلة رحلة الإسراء والمعراج. رحلة الإسراء والمعراج. أيوه، عمل إيه بقى سيدنا أبو بكر؟ عمل إيه يا أخي يا أحمد؟ يعني لما الكفار ما صدقوا النبي، ماذا فعل أبو بكر؟ صدق النبي وقال أصدقك فيما قلت يا رسول الله، لذلك سمي بإيه؟ الصادق أبو بكر. سمي بإيه؟ الصادق الصادق الأمين، ده كان النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هو أبو بكر سمي هنا الصديق، سمي بإيه؟ الصديق. بارك الله فيك. أسأل محمد العوفي. محمد. نعم أستاذ. ما رأيك في موقف أبو بكر الصديق في هذا الموقف؟ رأيك إيه؟ إنه يصدق إذا كان أبو بكر الصديق يصدق شيء جميل. جميل، ممتاز. سعد. وعند والكفار لا يحبون الصديق، يحبون كيف. بارك الله فيك محمد. سعد. يا سعد. نعم أستاذ. ماذا فعل أبو بكر الصديق عندما قال النبي أنه أسري به من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى إلى السماء السابعة؟ ماذا فعل؟ صدق النبي، ولذلك سمي بإيه؟ الصديق. بارك الله فيه. أسامة اللهدي. نعم أستاذ. عاوزك تجيب لي موقف فيه طاعة للنبي صلى الله عليه وسلم فيما أمر به. علي أبي ابن أبي طالب. عمل إيه بقى؟ نام فراش النبي صلى الله عليه وسلم. أيوة، ليلة الهجرة نام ليرد الأملات، مع إن الكفار كانوا ممكن يكونوا متضايقين ويقتلوه لأن النبي هاجر وسابهم ومشى، فهو هاجر سرا وترك علي وقال له نم في فراشي ليظن الكفار أنه النبي وليرد الأملات، لكنه أطاع النبي مع أنه كان من الممكن أن يقتل في هذه الليلة. هذه الطاعة للنبي صلى الله عليه وسلم. طيب، أن نعبد الله بما شرعه الله. محمد الشهراني، يعني إيه يعني نعبد الله بما شرعه النبي؟ عبد الله بما شرعه النبي ازاي يعني؟ نصلي زي ما قال لنا نصلي. داش عبد العزيز، ايه كمان يا عبد العزيز؟ ان نعبد الله بما شرعه النبي صلى الله عليه وسلم ازاي؟ النبي شرع لنا ايه كمان غير الصلاه؟ قول يا عيسى. أقرأ قرآن كثير. أقرأ القرآن. بارك الله فيك. قول يا عبد الله.
قول يا عبد الله. نعم يا عبد الله. صوم. أصوم كما علمنا النبي. فضل يا عبد العزيز. أستاذ العبادة. العبادة كلها النبي هو اللي علمها لنا. هذا لعبد الله بما شرعه النبي لنا. بارك الله فيه. طيب اجتناب ما نهى عنه مثل إيه يا فهد؟ اجتناب ما نهى النبي عنه مثل إيه؟ اجتناب ما نهى عنه النبي زي إيه اللي نهى عنه النبي؟ اجتنبه. شرب شرب الخمر. بارك الله فيك، ممتاز يا فهد، أحسن. إيه كمان يا خالد يا قرعاوي؟ الكذب. الكذب، ممتاز عبد الرحمن. إيه كمان اللي نجتنبه نهانا النبي عنه؟ إيش السؤال؟ شيء نهانا النبي عنه يجب أن نجتنبه مثل إيه؟ الأشياء اللي ما هي زين مثل إيه؟ زي الكذب. الكذب، بارك الله فيك. وإيه كمان يا أمير؟ أنا فاهم. وإيه كمان تبتعد عنه؟ الزور. الزور، شهادة الزور. ألا وقول الزور، ألا وقول الزور. يعني إذا تشهد كلام ما حصلش وتقول ده حصل. قول يا أسامة الله. تملاني. الكفار. نجتنب الكفار. نجتنب مصاحبة الكفار. بارك الله فيك. قول يا منصور. نعم. إيه كمان؟ اجتناب ما نهى عنه النبي مثل ماذا؟ الكذب. الكذب. قول يا عبد الله. يا عبد الله. قول يا عبد الله. أنا عيسى. أنا عبد الله. حاضر. أنا عيسى. أنا قلت قول يا عبد الله اسكت. أستاذ مثل لما أحد يقول لي سوي كذا أنا ما أسوي كذا. أيوه إيه بقى هو اللي كده؟ اللي أنت ما تسويش كده. أقول ملك يا ابني عم بشوف بس اللي كده هيبقى كده إيه بس؟ قول يا عبد الله زي إيه اللي كده؟ يعني واحد يسوي شيء ما هو زين ما سويه صح؟ إيه. طيب بارك الله إيه. فيك. قول يا عبد الإله. أن نسمع كلام النبي ونصدقه. أنا بقول يا عبد الإله اجتناب ما نهى عنه النبي، ما بقول لك نسمع كلامه في إيه؟ أنا عيسى. أصلا أنا عبد الإله لقيت. قول الا نصدق الكفار. لا نصدق الكفار. انا محمد. قول يا محمد. انا عيسى. حاضر يا عيسى. لا نتكلم بالناس. لا نتكلم في حق الناس لان هذا غيبه ونميمه. قول يا عيسى. انا ما نسمع كلامك. ها؟ ما نسمع كلام يقول سووه وهذا ما سوي. طيب بارك الله فيك. الآن هنصل ألف ب باء اللي هنادي عليه الأول أحمد الزهراني. يلا يا أحمد وصل لي أول واحد. خليك قافل يا عبد الإله أوعى تفتح. يجب تصديق النبي صلى الله عليه وسلم في ما ذكر من الأحبار. بارك الله فيك. أحسنت. سعد. يجب طاعة النبي. نعم أستاذ. يلا الثانية. يجب طاعة النبي. الثالثة يا خالد. يجب طاعة النبي. فيما أمر به. سعد. خالد القرعاوي. يجب الاجتناب من نهي عنه النبي. ما نهى عنه النبي. أحسن. منصور. نعم. كمل. يجب أن نعبد الله بما شعرت
فيما بما ايه؟ شرعه النبي شرعه النبي صلى الله عليه وسلم، زي ما علمنا الصلاة والصوم والحج وكده. تمام. كان الصحابة رضي الله عنهم ايه محبة للنبي صلى الله عليه وسلم. كان الصحابة ايه؟ محمد الشهراني. أنا سيدنا محمد الشهراني. قول. كان صحابة أعظم محبة أعظم أعظم النبي. أعظم الناس محبة للنبي صلى الله عليه وسلم. ثم يا أبو بكر الصديق ثم يا أبو بكر الصديق ليه يا عبد العزيز؟ ليه سموه بالصديق؟ لأنه صادق. لا، عبد الإله. لأنه صدق النبي. سألت يا فهد. لأنه صدق النبي صلى الله عليه وسلم في رحلة الإسراء والمعراج. أنا عبد الله اللي جاوبت. مبروك عبد الله. فهد سبق. بس هو انت بتتكلم هو قال. يبقى صدق النبي صلى الله عليه وسلم في رحلة الإسراء والمعراج، وقلنا الإسراء كان هو السير ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، وكان يركب دابة تسمى البراق تطير به حيث تضع ترى أمامها تضع قدميها، فقطعت الرحلة إلى المسجد الأقصى في فلسطين، ثم صعد إلى السماء وقابل الله عز وجل وفردت التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي. حينما قابل الله عز وجل رد وقال عليك السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، الكون قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، وفردت السماء في السماء في الصلاة في السماء في هذه الرحلة، رحلة الإسراء والمعراج. من أمثلة طاعة الصحابة للنبي موقف علي بن أبي طالب، عندما اللي هيقول لي على الموقف دوت مين؟ محمد العوفي. محمد العوفي. محمد العوفي. أنت جاوبت يا خالد. نعم. طاعة سيدنا علي بن أبي طالب، طاع النبي إمتى؟ عندما إيه؟ متى طاع؟ علي بن أبي طالب أطاع النبي متى؟ أطاعه. أيوة. أطاعه وقت. طيب عما تفتكر عبد المحسن هيقول لنا. يا عبد الإله. ما يا عبد الإله، عبد المحسن. قول لي يا عبد المحسن. أنا خالد. أنت لسه مجاوب يا خالد اللي قبلها يا خالد. نعم يا أستاذ. قل لي مثال طاعة علي بن أبي طالب للنبي متى؟ عيش السؤال ما سمعتك زين. قل يا عبد المحسن وظبط نفسك، ما حدش واخد منها حاجة، انت توجع دماغك ليه؟ قل واتبسط. قل لي يا أحمد يا زهراني أمثلة طاعة علي للنبي متى؟ متى طاع علي بن أبي طالب النبي؟ عيد السؤال. السؤال أمامك. السؤال أمامك يا أحمد. سؤال رقم ثلاثة. في النوم. أيوة. في مكانه. أيوة عندما نام. صلى الله عليه. عندما نام في فراش النبي. أحسن. عندما نام في فراش النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الهجرة. أنا عارف إن أنت عارف يا عبد الإله. هو ما فيش حد عبد الإله بس، ولا لازم كل واحد ياخد فرصة يا عبد الإله؟ عبد الإله.
لازم الناس كلها تشارك، كله لازم يشارك عبد الإله. يبقى مثال لطاعة النبي صلى الله عليه وسلم محمد العوفي. محمد عرفت المثال يا محمد؟ إلى ذهب محمد صلاح. نعم أستاذ. عرفت المثال في طاعة النبي إمتى؟ أستاذ إيه قوله لي بقى. عندما نام في فراشة النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الهجر. بارك الله فيك عبد المحسن. يا عبد المحسن هل سمعت المثال يا عبد المحسن؟ اي استاذ عندي مثال. قول يا عبد المحسن. قول يا عبد الله. عم عبد المحسن يخلص المادة قول. حسون النبي. طيب بارك الله فيك. خلاص انا اسيب لكم الاسئله اللي عاوز يحلها. يلا كان الصحابه اعظم الناس محبه للنبي. عبد المحسن اقفل الصوت يا عبد المحسن. سمي ابو بكر رضي الله عنه بالصديق لانه صدق النبي صلى الله عليه وسلم في رحله الاسراء والمعراج. الأمثلة طاعة الصحابة للنبي، موقف علي بن أبي طالب عندما نام في فراش النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الهجرة. خلاص يا أبطال. أيوة خلاص أستاذ. طيب نمسح ده. كده خلصنا الدرس ده. نرجع تاني ونسأل عشان نثبت المعلومة. واسأل عبد العزيز. نعم استاذ. قول يا عبد العزيز كيف كان موقف الصحابة من النبي صلى الله عليه وسلم عندما يخبرهم بشيء، يصدقوه أم يكذبوه؟ يصدقوه. اعطيني مثال على التصديق هذا. مثال أحد الصحابة صدق النبي صلى الله عليه وسلم. استاذ انا خالد. قول يا خالد. ابو بكر الصديق ماذا فعل؟ نام في فراش النبي. لا هذه طاعه. انا اقول تصديق. ابو بكر الصديق عيسى. ابو بكر الصديق صدق النبي يا خالد. متى؟ حاضر حاضر. متى يا خالد؟ اسراء المعراج. في الاسراء والمعراج. بارك الله فيك. تفضل يا عيسى. نعم استاذ. اي سؤال؟ تقول ايه؟ السؤال الثاني. قول يا عيسى. يجيب طاعة النبي صلى الله عليه وسلم فيما امره. كيف؟ كيف؟ أمر. تعطيني طاعة للنبي فيما امر به. مثال. مثال الصحابة طاعة النبي فيما امر به. ان يصدق. حاضر يا امير. عيسى بس بيتكلم وبعدين بتبعك. تفضل يا عيسى. أن يصدق الرسول صلى الله عليه وسلم. يا ابني ملناش دعوة بالتصديق. خلص التصديق رقم واحد. الوقت في الطاعة اللي طيب. أنت قلت هتتكلم عنها يا عيسى. أعطيني مثال لطاعة النبي. حاضر يا أمير. حاضر يا أمير. زميلك بيتكلم بس يخلص. تفضل يا عيسى. أستاذ بفكر خل أمير يجاوب. قول يا أمير. نصلي. نصلي لما النبي يقول لنا صلوا نصلي. طيب ماشي. قول يا محمد الشهراني.
أما عندما أنا عندما نام علي بن أبي طالب في فراش النبي ليلة الهجرة. تفضل يا فاه. أنا انسجاح عندي. حاضر يا عيسى. تفضل يا فاه. أنا ما نهانا. بارك الله فيك، جزاك الله خير. تفضل يا عيسى. أستاذ قراءة القرآن بس بوريك شيء. أيوة يا عيسى. ممتاز يا عيسى، بارك الله فيك، جزاك الله خير. أحسنت. منصور. نعم. يجب اجتناب ما نهى عنه النبي، مثل ماذا؟ الكذب. أيوة. والغش. والسرقة. شرب الخمر. أكل الربا. طيب، وأن نعبد الله بما شرعه وحقوق الوالدين. وحقوق الوالدين يعني حقوق الوالدين يعني يسيء معاملتهم، ما يحسنش إليهم. بارك الله فيك. اتفضل يا عبد المحسن. الصدقة. الصدق. الصدق والصدقة. الصدقة على الفقراء. أيوة، بارك الله فيك. هذا من عبادة النبي، عبادة الله بما شرعه لنا النبي صلى الله عليه وسلم. شفت لما أكلت إزاي؟ فوقت بقى وزبطت دماغك معاي. أيوة كده، لازم التزبيط الدماغ الأول عشان تعرف تجاوب. سألت عبد المحسن. تمام. خلاص هنروح، احنا خلصنا كده الدرس دوت يا أبطال، هنروح نراجع شوية، نراجع شوية في اللعبة دي. أخذ كل واحد شوية من الناس الأبطال. أحمد الزهراني. نعم شباب. الله يسعد مساكم، ألف ألف مرحبا فيكم بهالحلقة الجديدة من برنامجكم من سيربح المليون. فإذا مع المتسابق، ومن سيربح المليون؟ السؤال الأول. الله أحمد، اسم والد النبي. عبد الله. الجواب صح، صار معك 100 ريال. السؤال الثاني ب 200 ريال. ولد النبي صلى الله عليه وسلم فين؟ في مكة عام 2000. بارك الله فيك. الجواب صح، صاروا 200 ريال. اليوم ما بنخلي واحد بس يكمل يا أبطال، يعني بنخلي كله يلعب عشان الفرسان كتير. هناخد عبد الله، كمل يا عبد الله. أعلى مراتب الدين يا عبد الله. إحسان. الإحسان. بارك الله فيك أحمد. هو الجواب صح، صاروا 30 ريال. هناخد عبد الرحمن. يا عبد الله. 500 ريال. عدد أركان الإسلام يا عبد الرحمن. ايش يا أستاذ؟ عدد أركان الإسلام 3 ولا 4 ولا 5؟ أركان الإسلام 5. شاطر يا عبد الرحمن. أسامة النهدي. الجواب صح، صاروا 500 ريال. نعم. الركن الثاني من أركان الإسلام. الصلاة. بارك الله فيك. منصور. نعم صح، صاروا 1000 ريال. واحد سؤال بس في اليوسف. نعم استاذ. سيدي رابعة بعد السؤال الخامس، دقيقة تبدي السؤال.
الركن الرابع من أركان الإيمان يا منصور. السؤال السادس والثمانين. إيمان. ملائكته. ركز يا منصور. الجواب صح، صار معك 2000 ريال. عزيز. يلا يا عبد العزيز. السؤال السابع 4000 ريال. الركن الرابع من الأركان الإسلامي عبد العزيز. شهادتان، الصلاة، الزكاة، الصوم. ماني سامع شيء. صوم. بارك الله فيك. فهد. هو الجواب صح، صار 4000 ريال. الله يا فهد. هي لك سؤال اهو. الركن الخامس من أركان الإسلام. السؤال الثامن بثمان ثلاثة ريال. الزكاة، الصلاة، الصوم، الحج. تختار إيه؟ قول يا فهد. الحج. أحسن. أحسن. الجواب صح، صاروا ثمان ثلاثة ريال. مش معاني. يا عيسى. اسم نبينا. أستاذ. اسم نبينا. عيسى موسى محمد إسماعيل. عيسى. اسم نبينا. محمد. ركز يا عيسى. محمد الشهراني اللي بعده. جواب صح. صاروا 16000 ريال. صلى الله عليه وسلم مقدمة على هلني. السؤال العاشر بتنين كل الناس اختار. كل الناس إلا نفسي، ولا على الناس إلا أبي وأمي، ولا على زملائي فقط، ولا على نفسي وكل الناس. نفسي وكل الناس. نفسي وكل الناس. بارك الله فيك. جوابك صح، وصار معك 32000 ريال. نعم. سؤال بتاعك ده. صوم رمضان الركن الكام من أركان الإسلام؟ سؤال 11 64000. الرابع. الرابع. جوابك صح، وصار معك 64000 ريال. الحج هو الركن الكام من أركان الإسلام؟ الحج. السؤال الثاني عشر ب 125000 ريال. أربعة. الحج. خمسة. هاي. والجواب صح، صاروا 125000 ريال. إذا عبدت الله كأنني أراه أكون السؤال مسلم. الثالث عشر بمئتين وخمسين ألف ريال. مؤمن كأنك تراه، تعبد الله كأنك تراه. مسلم. قال يا محمد ممكن تستعين بصديق. أطلب لك صديق. أتصل لك بالصديق. ألو، مساء الخير. مرحبا، أنا جوش قرداحي من برنامج من سيربح المليون MBC. في معنى صديقك بده مساعدتك بسؤال بيعتقد هو أنك تعرفه، بس معكم 30 ثانية لما بيبدأ صديقك بالكلام. تفضل. ألو.
يقول لك رقم 3 محمد.